معنا من القاهرة سمير عمر مراسلنا هناك. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل يمكن أن تكون مقدمة لشيء ما بين البلدين سمير؟ يعني العلاقة بين القاهرة وأنقرة وصفت بعد المباحثات التي استضافتها القاهرة بأنها علاقة استكشافية. عندما زار المسؤولون الأتراك القاهرة عقدت جلسة مباحثات على مستوى نائبي وزير الخارجية، وطرحت كل الملفات على الطاولة. من بين هذه الملفات مبدأ مهم تراه القاهرة هو شرطا حاكما لاستمرار أو عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وهو مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. القاهرة كانت ترى أن استمرار هذه البرامج، استمرار هذه المنصات الإعلامية التي تهدف بشكل مباشر للتأثير على الأمن القومي المصري هو أحد علامات التدخل التركي أو محاولة التدخل التركي في الشؤون المصرية. هذه الخطوة التي أقدمت عليها تركيا لم تكن الأولى، فقد سبقتها عدة خطوات كانت تسعى من خلالها أنقرة إلى التودد إلى القاهرة فيما وصف بشهر الغزل التركي لمصر. لكن القاهرة ما زالت ترى أن هذه الأمور وإن كانت تقود إلى شكل إيجابي، لكنها تبقى ناقصة ما لم يتم استكمالها بإجراءات حقيقية تحول دون تدخل التركي في الشؤون المصرية، وأيضا عدة شروط في مقدمتها: المشهد الليبي وكيف يمكن للتدخل التركي في المشهد اللي بالتأثير بشكل مباشر على الأمن القومي المصري منذ أن وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطا أحمر في ليبيا، خط سرت الجفرة. إذن القاهرة ترحب بأي خطوة تمهد لاحترام القانون الدولي، تمهد لاحترام على العلاقات بين الدول، ولكنها أيضا تبقى مفتوحة العينين على السلوك التركي الذي تراه دوائر واسعة شعبية وسياسية ورسمية في القاهرة مغاير تماما لكل الأعراف والتقاليد الحاكمة للعلاقات بين الدول. شكرا سمير عمر في القاهرة.